جاتك واحده في الظاهر في مصر اسلم تكلم قالت والشيخ يتكلم قالت اما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفقا بالقوارير؟ قال رفقا بالقوارير ما هو بالبراميل. كانت متينه شوي. الله يسعدك يا شيخ. صراحه يا شيخ لما تكلمنا في الاخلاق وذكرنا الصحبه، ذكرنا القراءه، ذكرنا الدعاء، لعل في شيء من الأسباب الحصول للخلق الحسن؟ والله الدعاء مهم جدا. الدعاء واحد يدعو الله سبحانه الله حتى من دعاء الاستفتاح اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت، باستفتاح الصلاة. يا سلام. فلذلك الدعاء مهم، الدعاء هو العبادة صراحة. فلذلك الإنسان يدعو دائما اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. فلذلك الدعاء مهم جدا. ندعو الله سبحانه وتعالى وأن نتأسى بسير سلفنا الصالح، ومنهم الأنبياء، منهم الصحابة، منهم وغيرهم كثير جدا يعني. حتى ما يمنع الإنسان يتأسى يعني الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها يعني هو أحق بها حتى. نعم. لو كان كافر ما هو مؤمن عنده أخلاق طيبة حسنة همة كذا الإنسان يعني يتأسى بها ما في شك. ولعل يعني قد يجازى المرء خاصة صاحب الخلق الحسن يعني غير المسلم قد يجازى بها في دنياه قبل في دنياه. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله سبحانه ما يظلم أحد، الله عدل سبحانه. في الدنيا يعطي الإنسان مثلا واحد بنى مستشفيات أعمال خيرية فإنه يعني يذكر في الدنيا. يا سلام. يذكر في الدنيا بالخير لكن في الآخرة ليش؟ لأن عمله ليس خالصا لله. فالعمل إذا لم يكن خالصا لله عز وجل فإنه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالعمل الصالح يشترط فيه شرطان، الإخلاص لله عز وجل وإيش؟ والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إذا انتفى أحدهما كان إخلاص، بدون إخلاص ومتابعة نفاق. وإذا كان متابعة، إذا كان متابعة بدون إخلاص هذا نفاق، وإذا كان إخلاص بدون يعني متابعة هذا والعياذ بالله ضلال، لأنه عبد الله سبحانه وتعالى على جهل. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى إيش؟ نارا حامية. ناصبة خاشعة كذا لكن مصيرها إيش؟ تصلى. ليش؟ لأنها عبدت الله سبحانه وتعالى بدون على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أي عمل ديني هذا توقيفي لا بد أن يكون فيه إمضاء النبي صلى الله عليه وسلم على الموافقة. ترفع أصبعك في التشهد منين جاء هذا رفع الأصبع؟ ها؟ إذا فيه دليل ولا لا لا تقرأ. اليوم أكملت لكم دينكم. فالذي يعمل أعمال يعني غير هذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ رسالة وكأنه ما أكمل الدين. فالعبادة توقيفية.